السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا باشمهندسين؟ أرجو أن تكونوا بألف خير وإن شاء الله تكون سنة سعيدة عليكم. إن شاء الله هنكمل المحاضرة بتاع المرة اللي فاتت. كنا بنتكلم على الكرنت ترانسفورمر أو الكونفنشنال كرنت ترانسفورمر. لو نفتكر كده مع بعض كنا بنقول إيه يا باشمهندسين؟ كنا بنقول إن إحنا عندنا الكونفنشنال، نفتكر مع بعض أهو، كونفنشنال سي تي، أو في ناس بتسميه الإلكتروماجنتيك سي تي. وطبعا خدنا الكلام ده بالتفصيل. الإلكتروماجنتيك سي تي قلنا ده عبارة عن ترانسفورمر عادي خالص. لو أنت عندك ده الفيدر اللي أنت عايز تقيس الكرنت اللي فيه، بنحط كور كده حوالين، كور حديد حوالين اللي هو الفيدر ده، خلاص، بحيث يبقى كنا ده البرايم، شكل البرايم بالنسبه لنا. وبحط السكندري هنا عدد معين من اللفات. طبعا وانس ان الكرنت ماشي، البرايمر هنا يعمل لك فلكس داخل الكور ده. الفلكس طبعا بيقطع السكندري كويل ده او السكندري وايندنج، وبالتالي بيبقى في اندوسد ام اف. اندوسد ام اف دي بتمشي تيار خلاص في الريلي اللي انت عايز تختاره، والدنيا دي كانت كويسه. وتبقى ريشو هنا بيبقى طبعا عدد لفات تقريبا برايمري 1، والسكند هيبقى عدد ان من اللفات. فبقدر اظبط التيرنز ريشو دي بحيث ان هو يبقى ريشو السكندري كارنت يبقى جزء من او ريشو من التيار البرايمري. وكنا بنتكلم على سبيل المثال مثلا ريشو 100 على 1 او 1000 على 1 وهكذا. وقلنا دي من الحاجات اللي هي السي تي، من الحاجات المهمه جدا، بيستخدم في الميجرمنت وبيستخدم في البروتكشن، وده ليه سبيسيفيكيشن وده ليه سبيسيفيكيشن. كنا اتكلمنا وقلنا اهم او ابرز العيوب اللي موجوده في الكونفنشن سي تي اللي هو ايه. لو نفتكر كده مع بعض، حد فاكر؟ فعلا ابرز العيوب اللي هي موضوع الساتوريشن. كنا بنقول ابرز حاجه هنا ان انت عندك لو جبت الجزء دي ام اف مع الكرنت بتاعك زي ما انتم شايفين كده هنلاقي حصل ساتوريشن. وعشان كده كنا بنقول المفروض ان احنا نشغل الكلام ده في ريجون هنا ما يزيدش عن الني بوينت بتاع الايه؟ بتاع الكيرف اللي احنا شايفينه ده، عشان الايرور اللي يحصل ما يكونش ايه؟ كبير. وقلنا الايرور ده هو الايه؟ هو الفرق بين التيار المتوقع اللي انت كنت هتقيسه المفروض الريشيو في البرايمر على الريشيو خلاص، والكرنت الريال او الاكشوال اللي طلع في السكندري او اللي انت قيسته اللي ماشي في الريلي بتاعك. خلاص؟ فالفرق بينهم ده هو ايه؟ الايرور. فكان الموضوع الساتوريشن ده فعلا بيسبب بعض المشاكل الكتيره بالذات للبروتكشن. وقلنا ان الساتوريشن ده بيخلي التيار اللي طالع لو ترانسفورمر ده دخل في الساتوريشن يبقى السكندري كارنت بدل ما انت كنت متوقعه ساين ويف عادي خالص كده. قلنا المره اللي فاتت لا، ده بيحصل فيه ان في جزء منه بيقطع زي ما شايفين كده، او حوالي ايه؟ يوصل للزيرو. فبيبقى الكارنت مش بيتنقل كله زي ما احنا شايفين، في جزء منه بصفار اهو، فالروت مين سكوير بتاعه بيقل عن اللي انت كنت متوقعه، فالايرور بيبقى كبير جدا. طيب فالناس فكرت يا باشمهندسين ايه اللي يخلينا او ايه اللي يمنعنا ان احنا نعمل سي تي كارنت ترانسفورمر ما فيهوش موضوع الساتوريشن ده. طيب هل ينفع ان احنا اصلا نعمل كارنت ترانسفورمر من غير ساتوريشن؟ طبعا لو حد فكر بالراحه كده تمام هيبتدي يحلل الموضوع. هو ايه السبب الساتوريشن ده؟ سبب الساتوريشن ان انت عندك كور حديد، كور الحديد ده لما بيمشي فيه فلكس بعد فلكس معين بيساتوريت ومش هيقدر يمشي فلكس اكتر من كده. طيب فالناس فكرت طب لو احنا ما استخدمناش كور حديد، لغينا كور الحديد ده، هل يا باشمهندسين هنقدر نعمل سي تي ولا لا؟ ففعلا كان ده مجهود لعدد معين من السنوات لحد ما ابتدينا نعمل انواع ثانيه من السي تي هاب هنسميها نان كونفنشنال سي تي. خلاص؟ يبقى احنا ده اللي هنتكلم عليه في المحاضره بتاع النهارده. يبقى المحاضره بتاع النهارده هنتكلم على النان كونفنشنال سي تي. خلاص؟ النان كونفنشنال سي تي دي المقصود بيها ان هي الستيات اللي مش شغاله بالالكترومغنيتيك. تعال نبص كده يعني ايه نان كونفنشنال كارنت ترانسفورمر. يبقى النون كونفنشنال كارنت ترانسفورمر مبدئيا هي مش شغاله بمبدا الكترومغنيتيك، دي شغاله بمبادئ اخرى من مبادئ الايه؟ التحويل بتاع الكارنت. خلاص؟
هنستخدم نوعين او هنتكلم عن نوعين. النوع الاولاني اللي هو ماجنيتو اوبتيكال كارنت ترانسفورمر، وفي ناس بتسميه اوبتيكال كارنت ترانسفورمر. الاوبتيكال كارنت ترانسفورمر ده مبني على فكره صغيره جدا. خلاص، قبل ما نتكلم بس على الفكره المفروض النهارده هنتكلم في المحاضره عن ايه، هنتكلم على البيزك كونسبت بتاع الاوبتيكال كارنت ترانسفورمر والانترودكشن والبرنسيب بتاعه وازاي نعمل لها ديزاين، وهنتكلم على الماجنيتيك اوبتيكال سنسور وازاي بيتركب واركبه ازاي واستخدمه في الابلكيشنز بتاعتي ازاي والمميزات بتاعته ايه وايه العيوب. والمره برضه هتكلم على نوع تاني من النون كونفنشنال سي تي اللي هو الهول سنسور. خلاص، هنبدا اول حاجه يا فرانسين في الايه البيزك كونسبت. تعال نتكلم بس نرجع كده، هو من اسمه كده هو اسمه اوبتيكال كارنت ترانسفورمر. طالما بنتكلم على حاجه اوبتيكال يبقى انا بتكلم عليها يا فرانسين، طالما بتكلم على حاجه اوبتيكال يبقى انت حاجه بتتكلم على حاجه فيها ضوء، بتكلم عنها لايت. فتعال نشوف نراجع مع بعض كده بعض الخواص اللي احنا درسناها بالضوء. الضوء ده مش عارفين في نوع من اللي هو اللايت بنسميه بولارايزد لايت. ايه البولارايزد لايت ده يا فرانسين؟ البولارايزد لايت ده اللي بنقدر السيجنال بتاعته، خلاص نقدر نقسم اللايت ده يا فرانسين، شعاع الضوء ده بنقسمه او شاسين لتو كومبوننت عمودين على بعض. يعني لو شفنا الشكل ده، تعالى بص كده الشكل ايه ده يا فرانسين اهو. انت عندك ادي محور واي الناحيه دي اهو، وادي محور اكس، والزد يا فرانسين اهو. خلاص، فاحنا عندنا اللايت بتاعنا ده بولارايزد. فبولارايزد ابتديت اقسم الكلام ده على محورين زي ما شايفين كده. في واحد فيهم في البلين واي زد بلين هو اللي مرسوم بالاخضر ده، امشي معاهم اهو، اللي هو مرسوم بالاخضر ده يا فرانسين اهو. وفي واحد زي ما احنا شايفين كده في الاكس زد بلين اللي هو البلين ده يا فرانسين اهو، اللي هو مرسوم هنا بالازرق كده اهو. خلاص، طب انا الضوء بتاع الشعاع بتاع الضوء بتاع الازرق ولا الاخضر هو صحيح؟ مش الازرق والاخضر، هو المحصله بتاع الاثنين دول مع بعض. فالمحصله بتاع الاثنين دول هجيبهم ازاي؟ زي ما شايفين اكن في فيكتور اهو مثلا في الواي فيكتور ثاني بالاكس، وانت هتجيب الايه؟ المحصله بتاعتهم، فانت بتجيب مجموعه تو فيكتورز دول. طبعا لو الاثنين متساويين هيطلع حاجه في النص كده. طب تعالى نجمع الكلام ده انستنتينيوس. عشان تجمعه انستنتينيوس لازم نشوف عند كل نقطه الشعاع الضوء الانتنسيتي بتاعته قد ايه، ونبتدي نجمعها اللي موجوده في الواي زد بلين مع الاكس زد بلين. انا هنا قدامي حالتين، ممكن يكونوا التو كومبوننت دول بيبداوا من نفس النقطه يا باشمهندس. يعني لو ده ماكسيمم ده شوف ده بادئ عند الماكسيمم اهو، خلاص، وبعدين بيبتدي يكمل زي ما احنا شايفين، وبرده الازرق برده بادئ من ايه؟ من الماكسيمم. فلما اجي اجمع هنا ماكسيمم مع ماكسيمم يديني يا باشمهندس، يديني ماكسيمم اهو، بس الشيفت بتاعه مختلف شويه. نقطة زي دي الاثنين بصفار فالمحصله بقت بصفر، وبعد النقطه زي دي اثنين نيجاتيف بي ماكسيمم بقى اثنين اهو زي ما احنا شايفين. فهتلاقي المحصله اللي هو الجزء الايه؟ الاحمر اللي احنا شايفينه ده. طبعا الجزء الاحمر هو برده لو انت جيت ترسمه هيطلع في بلين عادي خالص. خلاص؟ فعشان كده بنسميه لينيري بولارايزد لايت، اللي هي بيبقى التو كومبوننت الاثنين بيبتدوا من نفس الايه؟ نفس المكان. يعني عاوزين ابقى اكتر اهو، بصوا كده يا فرانسين. خلاص؟ احنا عندنا هنا لو احنا بنتكلم يا فرانسين ده محور زد اتجاه البروبجيشن، وفيه ادي محور اكس اهو، وادي محور واي. خلاص؟ انا قدامي يا فرانسين هقسم اللاين بتاعي شعاع اللاين بتاعي ده اهو. خلاص؟ الاثنين كومبوننت يا فرانسين، خلاص؟ الشعاع بتاعي ده متقسم لاثنين كومبوننت، واحده في الاكس. خلاص؟ وواحده ثانيه في الايه يا فرانسين؟ في الواي، والاثنين ان فيز، واحده في اتجاه الاكس وواحده في اتجاه الواي. تعال نرسم اللي في الاكس، سي مثلا الاكس ده هبتدي بالماكسيمم اهو. حاجه كده يا فرانسين اهو. وفي واحده برضه ايه باتجاه الواي، سي مثلا بالاخضر. برضه هبتدي بالماكسيمم يا فرانسين اهو. خلاص؟ الاثنين ان فيز فبيروحوا مثلا بيرجعوا مع بعض ايه؟ نفس الزيرو، وبعدين نكمل اهو. انا عايز اجيب المحصله دلوقتي، فالمحصله دلوقتي بتاعتنا ادي النقطه الاولانيه ده ماكسيمم وماكسيمم هتديني ماكسيمم، طب بس ده في الاكس وده في الواي، فالمحصله هتديني حاجه كده نقطه زي دي يا باشمهندسين كده. هنا زيرو اهي، يبقى انا اوصل دي كده. خلاص؟ نقطه زي دي اللي هي نيجاتيف 2 في ماكسيمم تطلع مثلا حاجه في الريجون ده كده يا باشمهندسين، وهكذا. يبقى ده اللي هو الايه؟ المحصله بتاعتي اللي انا راسمها هنا باللون الاسود ده.
طبعا هي المحصله هتبقى مايله مش في اتجاه الاكس زد بلين ولا الواي زد بلين، دي في اتجاه مايل زي ما احنا شايفين كده. لو بصلنا النهايه دي كده يا باشمهندسين اهو، لو بصينا عملنا الاكس واي بلين هتلاقيها عامله ازاي. تعال نرسم الثلاثه دول اللي في اتجاه الاكس، في واحده فيهم في اتجاه الاكس اللي هي رسمناها باللون الاحمر، ده الواي زد بلين يا باشمهندسين، الواي اكس بلين. احنا باصين من هنا كده مش هيبان الواي زد بلين خلاص، واحد فيهم في اتجاه الاكس اللي هي مرسومه باللون الاحمر اهو، وبعدين واحده فيهم في اتجاه الواي اللي انا راسمها باللون الاخضر، والمحصله بتاعتهم هتبقى في النص كده يا فرنسين، حاجه زي كده زي ما شايفين عامله زاويه معينه وهي في بلين معين، فده بنسميه لينيري بولارايز سيجنال، لينيري بولارايز لايت. طيب ده احتمال اولاني ان الاثنين دول زي ما شايفين التو كومبوننت اللي اتكونوا الاثنين بيبداوا من ايه؟ من نفس البوينت، لو ماكسيمم ماكسيمم زيرو هيبقى ايه؟ زيرو. طب لو واحده فيهم ماكسيمم والثانيه كانت زيرو شفت ال 90 مع بعض هتلاقي الشكل اللي هو اللي كان مرسوم في الرسمه اللي احنا كنا بنبص عليها. تعالى بص كده انت عندك هنا في الرسمه اللي على اليمين دي، انا راسم هنا بص شايفين الاخضر بادئ من زيرو اهو اللي هو الشعاع الاخضر ده الكومبوننت اللي هي الاخضر، الكومبوننت اللازقه هنا بدات بدل ما تبدا من زيرو ده بدات هنا ماكسيمم، يعني في شيفت بين التو كومبوننت 90. فلو انت بتجيب المحصله هنا زيرو بلس ماكسيمم بيديك ماكسيمم، وبعدين ماكسيمم هنا عنده زيرو بيديك هنا الماكسيمم بتاع ده، وهكذا هتبص تلاقي المحصله عامله بالمنظر ده. فشايفين هي شبه الدوائر اهي، فعشان كده ده بنسميه سيركولي بولارايزد لايت. يبقى انا عندي في نوعين، ممكن يكون لينير بولارايزد ممكن يكون سيركولار بولارايزد. ايه الفرق؟ الفرق ان التو كومبوننت دول بيبداوا من نفس النقطه، لكن هنا التو كومبوننت دول شيفتد زاويه 90 خلاص. طب لو هو شيفتد الحاله الثالثه بقى، لو هي شيفتد بس زاويه مش 90، في الحاله دي لو انت جيت يوم المحصله هتلاقي بتعمل اليبس مش بتعمل ايه؟ مش بتعمل سيركل. يبقى انا قدامي ثلاث حالات، لا اما التو كومبوننت ان فيز مع بعض في الحاله دي هيبقى لينير بولارايزد، او يا باشمهندسين زاويه شيفتد 90 بالظبط في الحاله دي سيركلر بولارايز، او ان هي زاويه لها تساوي 90 في الحاله دي هيبقى اليبس بولارايز خلاص. طب وعليه احنا نقول الكلام ده ليه؟ تعالى النقطه دي كان فرضي ابتدى خد شعاع من ضوء بولارايز وابتدى يعمل عليه بعض الايه؟ بعض الاختبارات. تعالى نشوف كده فرضي عمل تجربه ظريفه جدا يا باشمهندسين. بص كده جاب شعاع اللي هو لينير بولارايز ده اللي هو اللي داخل هنا كده يا باشمهندسين اهو، ودخله على اوبتيكال ميديم، غالبا ده بيبقى اوبتيكال ميديم ده ممكن يكون ازاز او غيره خلاص، بس الاوبتيكال ميديم ده خلى فيه زي ما شايفين كده الطول بتاعه ال، وبعدين عمل ايه يا باشمهندسين؟ ابتدى يشوف الازاز ده عدى اللايت سيجنال دي جوه الازاز وبص عليها الناحيه الثانيه شاف البلين ده اخباره ايه؟ لا يا باشمهندسين لو انت مش حاطط ماجنتيك فيلد خارجي وشفت السيجنال دي هتلاقيها في نفس البلين، لو هي في اتجاه راسي زي ما احنا شايفين دي هتطلع زي ما هي، لكن لقينا ان لو انت حطيت ماجنتيك فيلد خارجي في نفس اتجاه ال زي ما شايفين كده هتلاقي ان البلين بتاع الماجنتيك فيلد ده تسبب ان خلى البلين بتاع البولاريز لايت الانسيدنت ده وهو خارج حصل ايه يا باشمهندسين؟ حصل ليه روتيشن بزاويه ايه؟ بزاويه سيتا. فطبعا ده يعني لفت انتباه فرضي وقال طب تعالى لما غيرنا البي ده زودناه شويه الاول، لما لقى ان البي ما بتزوده السيتا دي بتزيد، ولما البي قل لقى ان السيتا بتاعتنا ايه؟ بتقل. خلاص؟ وبناء عليه ابتدى المعادله المعروفه قال ان السيتا بتساوي في، في ده كونستنت بيسموه فيرد كونستنت، طبعا فيرد ده اسم واحد اللي كان بيساعد فرضي في التجربه دي، فعندنا الفي ده كونستنت، والاتش يا باشمهندسين ده الماجنتيك فيلد بتاعنا اللي هو طبعا اللي هو بي على ميو، والان اللي هو الطول بتاع الايه؟ الاوبتيكال ميديم خلاص؟ يبقى انا فرضي قال انا ممكن من القانون البسيط ده ان انا استخدم الخاصيه الفيزيائيه دي او الظاهره اللي حصلت دي ان انا اقدر اقيس فيها الكرنت. ازاي بقى يا باشمهندسين؟ قال خلاص البي ده جاي منين؟ ما هو البي ده يا باشمهندسين اكيد جاي من كرنت. فانا واحنا عرفنا البي في المعادله دي هقدر اجيب منه التيار. طبعا هنا نجيبه ازاي؟ احنا الفي ده خلاص كونستنت مالناش دعوه بيه، يفضل اتش في ال، اتش في ال دي تفكرك بيها يا باشمهندسين، تفتكر كده
اتش في الام دي مش ممكن اقول اللي هي الانتجريشن بتاع الاتش ضد ام. ما هو لو الاتش ده كونستنت هيخرج بره هيبقى الانتجريشن بتاعه دي هيبقى والتكامل دي ان هيبقى ال يبقى اتش في ال، يبقى الاتش في ال دي هي الانتجريشن بتاع اتش ضد ال. طب الاتش ضد ال دي تفكرنا كده بحاجه، نفتكر كده مع بعض. برافو، دي فعلا من امبير لو ان الانتجريشن بتاع اتش ضد ال على مسار مغلق يديني ايه بروتين الاي ان كلوزد او الان ايه في الار. فبالتالي انا ممكن اشيل اتش في ال هنا واحط ايه ان في الار. يبقى انا بالنسبه لي هنا السيتا طلعت بتساوي في اللي هو فيرلت كونستنت مضروب في الايه في الام والار. الكونستنت ده يا اصيل هنا بيعتمد على اللمبا ويفلينس بتاع الانسنت ويف، وبرضه بيعتمد على التمبريتشر. فلو احنا عند نفس درجه الحراره خلاص قدرنا يا اصيل ونفس اللايت انسنت ويف خلاص، فده بالنسبه لنا كونستنت. فبالتالي لو انا حطيته الفكره ببساطه هنعمل ايه؟ هنجيب الاوبتيكال ميديم ده يا اصيل خلاص، واعرضه للماجنتيك فيلد اللي جاي من الكارنت اللي انا عايز اقيسه يا اصيل اهو. وبعدين هعمل ايه؟ ده الانسيدنت ويف اهو. الانسيدنت ويف دي وهي خارجه هيبتدي الفيل البلين ده يحصل له روتيشن خلاص. فانت عندك هنا عند الفيرتيكال اللي كان داخل دي يبتدي يحصل روتيشن هنا زاويه سيتا. السيتا دي مش عارفين اقدر اقيسها، ومن المعادله دي ان السيتا بتساوي كونستنت في الان في الاي، انا معايا ان ومعايا الكونستنت اقدر اجيب من هنا الكرنت بسهوله جدا. ودي الفكره اللي معتمد عليها الاوبتيكال سي تي. يبقى الاوبتيكال سي تي ببساطه معتمد على ان في بعض الميديم اللي بنسميها اوبتيكال ميديم. الاوبتيكال ميديم دي يا باشمهندس زي ما بنشوف كده، لما في وجود الماجنتيك فيلد الخارجي خلاص بتعمل روتيشن للبلين بتاع اللينير بولرايزد ايه لايت سيجنال او الانسيدنت سيجنال. من السيتا دي يا باشمهندس اللي حصل لها روتيشن بقدر اجيب منها الكرنت اللي انت عايزه. يبقى ده الفكره ببساطه، فكره بسيطه جدا ايه نقدر ان احنا نعتمد عليها خلاص. طب ازاي دي نحطها بقى في دايره او نستخدمها ازاي في الحاله العمليه؟ ده اللي احنا هنتكلم عليه في السلايدز اللي بعد كده، لكن دي فكره ببساطه جامده جدا خلاص. يبقى انا هنا كانترودكشن بقى ازاي ان انا عملت الماجنيتو اوبتيكال كارنت ترانسفورمر. قلنا ده ترانسفورمر عادي خالص اهو، احط السيجنال او السنسور الاوبتيكال ميديم في الحته دي، وبعدين هبتدي اخد شراع الضوء ده ابتدي اعمل ايه؟ ابتدي اقيس السيتا بتاعته وبناء عليها اعرف الايه؟ اعرف الكرنت تايب كام. طبعا في ناس ممكن تقول اقيس السيتا لو في انت في معمل ولا حاجه تقدر تقيس السيتا، الموضوع بسيط هتقيسها على اي سكرين ولا غيره تقدر تقيس السيتا. لكن لو انا بتكلم على محطه في ساعات كتير ما بنقيس السيتا بالنسبه لها الانتنسيتي اللي هي شده الضوء، والانتنس لقينا ليها علاقه بالايه؟ بالسيتا. فاقدر اجيب من وانس ان انا عرفت الانتنسيتي اقدر اجيب السيتا بكام، وانس ان انت عرفت السيتا اقدر اجيب الكارنت اللي انت عايزه بكام. فمش شرط ان اقيس السيتا، ممكن اقيس بدلها الانتنسيتي بتاع الضوء. معلش عشان الرموز ما تخش في بعضيها. يبقى انا بقيس الانتنسيتي اللي هي شده الضوء وبناء عليها بجيب سيتا، وبعد ما اجيب السيتا بقدر اجيب منها الكارنت. طبعا الكلام ده بيبقى بسيط جدا خلاص. الشكل بتاعنا بيبقى حاجه بالمنظر اللي انتم شايفينه ده خلاص. يبقى انا عندي الاجزاء بتاعه الماجنيتو اوبتيكال سي تي. اول حاجه فيه البرايمري سنسور اللي هو فيه الماده الاوبتيكال هنا خلاص، وبعدين بقى فيه عزل هنا علشان يعزل الجزء الهاي فولتج ده عن الجزء اللي هو السكندري اللي انا هاخد منه الاطراف بتاعتي او اللي هقدر اعرف منه الكرنت بكام خلاص. يبقى نعيد تاني اول مش هنسيب. ادي عندي بلين ويف داخله عادي خالص، راحت على السنسور بتاعي وفي وجود ماجنتيك فيلد خارجي اللي هو البي اللي جاي من الكارت اللي انت عايز تقيسه، فحصل ديفليكشن في البلين زي ما احنا شايفين اهو بتاعت الويف. فباخد الزاويه سيتا دي وبناء عليها احسب الايه؟ الكارت خلاص. طبعا ده عشان نعمله بقى ازاي؟ تعالى بص كده، انا عايز الماجنتيك فيلد ده اللي هو هيسبب الديفليكشن ده اللي جاي من الكارت اللي انت عايز تقيسه، نعمله ازاي ده يا باشمهندس؟ الموضوع بسيط جدا. هعمل ايه؟ لو انت عندك كرنت فيدر اهو، تعال نبص كده. يبقى انا اعتبر كده يا فاصيل عندك ايه؟ كرنت فيدر اهو، وماشي فيه كرنت اي، وده اللي انا عايز اقيس الكرنت بتاعه. هعمل ايه يا فاصيل؟ لو انت طبعا احنا عارفين طالما الكرنت ماشي هنا هيعمل الماجنتيك فيلد حواليه. الماجنتيك فيلد ده بيبقى دوائر كده يا فاصيل، ده اتجاه الماجنتيك فيلد زي ما احنا شايفين اهو، ده اتجاه البي خلاص. فلو انت جيت هنا عند اي نقطه يا باشمهندس وحطيت السنسور بتاعك في الحته دي كده
خلاص. فايه اللي يحصل دلوقتي؟ ادي الماجنتيك فيلد اهو، ده الماده اللي هي الاوبتيكال ميديم اهو، هحطه انا في جزء زي ما احنا شايفين اهو. يبقى انت الاوبتيكال ميديم ده دلوقتي البي في نفس الاتجاه او بيقطع الايه؟ الاوبتيكال ميديم. هدخل انا في الحاله دي بقى 50 سيجنال او لايت سيجنال هنا، وهبتدي اشوف الديفليكشن بتاع اللي خرج هنا بكام، وبناء على الديفليكشن ده هعرف قيمه البي، وبالتالي عرفت قيمه التيار هنا بكام. طب نطبق الكلام ده بقى ازاي؟ تعال بص كده، الموضوع بسيط خالص اهو. يبقى انا دلوقتي بص كده يا فرانسين، ده الفيدر، اعتبر ده الفيدر اللي هو المرسوم بالاسود ده، ده الفيدر انت عايز تقيس الكرنت بتاعه. فانا عامل ايه؟ عارف ان الماجنتيك فيلد عباره عن دواير كده خلاص، اتجاهه بتاعه اهو بتلف حوالين الايه؟ حوالين السيجنال ده او حوالين الفيدر ده. فانا اعمل ايه؟ هجيب السنسور بتاعي خلاص اللي قدامنا اهو، خلاص السنسور اللي بص شايفين محطوط ازاي فين يا فرانسين؟ عمودي على الفيدر اللي انت عايز تقيس عليه التيار، فبالتالي في اتجاه الماجنتيك فيلد بتاعنا اهو او اتجاه البي. طب انا همشي دلوقتي اللايت سيجنال ده همشيه ازاي؟ خلاص مش معقول اجيب سيجنال بايديا كده واروح موصله، لا ده السيجنالز اللي هي اللايت سيجنال دي بتمشي فايبر اوبتيكال كيبل. فانا همشي هنا اجيب فايبر اوبتيكال كيبل اهو، بص كده الفرنسي ماشي ازاي اهو، وبعدين دخل السيجنال هنا، عدت على السنسور. بعد ما تعدي على السنسور هتخرج من فايبر برضه ايه؟ اوبتيكال كيبل، تروح للسكرين ولا غيره عشان اشوف السيتا بتاعتها او عشان اقيس السيتا بتاعتها. يبقى انت دخلت اللايت سيجنال من هنا واستقبلتها يا باشمهندسين من هنا، قارنت بين الاثنين دول، قدرت تعرف الديفليكشن بتاع السيتا قد ايه، وبناء عليها ابتديت تعرف الكارت. تعالى بص اهو، يبقى انا هطبق الكلام ده ازاي؟ جينا هنا عملنا زي ما شايفين الكارت ماشي على طول اهو، خلاص يا باشمهندسين زي ما احنا شايفين اهو الكارنت بتاعنا الفيلر ماشي على طول. هبتدي احط ده حواليه خلاص بالمعزل اللي انتم شايفينه ده، بحيث ان يبقى البي هنا عمودي او ماشي في نفس اتجاه الايه؟ في نفس اتجاه السنسور، وبالتالي بقدر اخد بعد كده السلكين اللي هم الانسنت بتوع السلكين دول، الطرفين دول يا فرانسين هم دول بستقبلهم في السكندري تحت خالص بعيد عن الايه؟ عن الهاي فولتج تيرمينال بتاعتي. خلاص؟ يبقى طريقه ثانيه اهو، بص كده يا فرانسين هنا عملنا ايه؟ انا بالنسبه لي هنا بص كده يا فرانسين اهو، جبت لايت سيجنال انسنت مشيتها فايبر اوبتيك، ورحت بعدين ورحت مدخلها في المنشور اللي قدامنا ده بريزما اهو. خلاص الكارنت هنا يمشي ازاي؟ انت مظبط هنا ريفلكشن وريفليكشن، بحيث بص كده ده حصل ريفليكشن هنا ابتدى يمشي شعاع الضوء كده، وبعدين ابتدى يلف هنا كده اهو، وبعدين ابتدى يمشي هنا، وبعدين يمشي هنا لحد ما خرج هنا كده يا فرانسين عند الايه؟ الانلايزر ده، وخرج عن التيرمينال دي. خدت انا فايبر اوبتكس خلاص وصل هنا، بقدر اقيس الشعاع ده واقدر اشوف الدايركشن بتاعه قد ايه. طبعا فين هنا الفيلر اللي انت عايز تقيس الكرنت عليه، اللي هو انا رسمه هنا بالجوه ده الداخلي اللي هو في الكور بتاع الايه؟ بتاع المنشور ده وبتاع الماده اللي هي الاوبتيكال دي. طبعا واضح كده يا فرانسين الماجنتيك فيلد ماشي معاك اهو، هنا وماشي هنا وماشي هنا، لانه بيلف حوالين الكوندكتور خلاص. فبالتالي الريفليكشن او الديفليكشن اللي حصل في السيتا هقدر احسب منه البي بسهوله، واقدر احسب منها ايه؟ الكار. خلاص يبقى انت الموضوع بسيط جدا كديزاين، اقدر اجيب الاوبتيكال ماتيريال بالكامل خليها تلف حوالين الايه؟ حوالين اللي هي الفيدر بتاعي، وده بنسميه البالك جلاس اوبتيكال كارنت سنسور، او كان زي الحاجه اللي قبليها هجيب سنسور صغير مش لازم احطه حوالين الكور بالكامل، ممكن احطه في حته صغيره منه بس، ده اللي هو بنسميه اللي هو الايه؟ نوع السي تي العادي اللي هو بتاع الفايبر اوبتيكال سي تي. خلاص يبقى قدام الايه؟ الطريقتين دول. برضه في هنا ناخد بالنا، ممكن هنا تلاقي ان الكور بتاعك ده مقفول تماما، وبالتالي لازم تجيب الفيلر سيجنال وتمشيه من جوه الفتحه دي، او ان هو يبقى قطعتين خلاص، وابتدي ان انا اجمعهم مع بعض. بص كده يا فرانسين اهو قدامي دلوقتي ايه؟ حلين. لو هو قطعه واحده خلي بالك، انت ممكن تجيب كمان كابل فايبر وتمشيه اكتر من لفه. فانت هنا دخلت بص هنا، بص الانسنت سيجنال ابتدت تلف يا فرانسين مره واحده اهو كده لحد هنا، بقت لفه كامله، ورحت لافت كمان لفه. في الحاله دي اللي يحصل؟ اما لف لفه واحده، ملف اللفه الاولانيه في سيتا حصل ديفليكشن سيتا 1، ولما خد اللفه الثانيه حصل ديفليكشن سيتا 2. اقدر اقيس انا التوتال ديفليكشن اللي حصل في اللايت او بالرايز لايت اسميه سيتا، اللي هو ايه؟ مجموع الاثنين دول، وبناء على السيتا دي هقدر اعرف قيمه التيار كام. برضه هنا ده لو كان زي ما شايفين اهو الفيلر سيجنال او الفيلر اللي انت عايز تقيس الكارنت بتاعك في النص بالظبط وادخله من جوه.
في بعض الاحيان لو انت عايز بقى الباب جزئين عشان لو الفيل الاصلي راكب او الباسبار راكب تقدر تركبه على الباسبار ده بدون ما تفك الفيدر، خلاص في الحاله دي بجيبه جزئين يا فرانسينو، بجمع الجزء الاولاني وجمع الجزء الثاني. بس السيجنال هنا هتخش ازاي؟ بص كده يا فرانسينو، هدخل السيجنال سي مثلا من هنا كده اهو، وبعدين هي السيجنال دخلت كده وبعدين خرجت من هنا كده يا فرانسينو، واللي خرج من هنا اروح مدخله في النص الثاني يا فرانسينو، ابتدي يخش هنا وبعدين يكمل هنا. حصل ديفليكشن في الجزء ده سيتا 1 وحصل ديفليكشن في الجزء ده سيتا 2، انا التوتال ديفليكشن بالنسبه لي اللي هو سيتا 1 بلس سيتا 2. من السيتا دي اقدر احسب منها الكرنت بسهوله جدا زي ما قلنا في السلايدز اللي قبل كده. خلاص؟ يبقى الابلكيشن بتاعي انا ممكن بص كده شايفين اهو السي تي الاوبتيكال سي تي زي ما شايفين في الرسم اهو، بيبقى السنسور اللي عندي فوق هنا وباخد الاوبتيكال او الفايبر اوبتيكال من الايه يا شاسين؟ من الجزء اللي هو اللي تحت ده اللي احنا شايفينه. طب انا بعد ما خدت الفايبر اوبتيكال كيبل اللايت ده اعمل بيه زي ما اتفقنا، انا ممكن اقيس بالتنسي بتاع الضوء بتاعي وبالتالي اقدر احسب الايه؟ السيجنال او اقدر احسب قيمه التيار بكام. خلاص؟ طبعا ده مفيد في بعض الايه؟ في الوقت مع وجود اللي هي الديجيتال سب ستيشن ابتدى الموضوع ده يبقى بكثره واقدر استخدمه. ابتدينا نتكلم على هنا لو فولتج سيجنال، حاجه بسيطه جدا جدا مش هتاثر بموضوع الساتوريشن ولا هتاثر بحاجه، ويقدر يديك كارنت زي ما انت عايز بدون اي مشكله. خلاص؟ يبقى انت في الحاله دي زي ما شايفين بعض المميزات اللي انت خدتها. اول حاجه بص كده، نو ريسك اوف فايرز اند اكسبلوشن، ان انا ما عندناش اي تيار ماشي خالص ولا اي ارض ولا غيره، انت بتتكلم في شعاع ضوء. خلاص؟ فالتكنولوجيا هنا مختلفه تماما عن الكونفشنال سيتي. برضه هنا يو نيد تو يوز ميتاليك وايرز، انت ما عندكش هنا ميتاليك واير، بتتكلم فايبر اوبتكس. تقدر تلم عليك كل السيجنالز اللي موجوده، حتى انت ممكن في بعض الميني تستخدم اكتر من سيتي، تحط لهم مالتيبلكسر وتبتدي تمشي السيجنالز بتاعتك في نفس الايه؟ الفايبر اوبتكس لحد الاوضه بتاع الكنترول. برضه في هنا نتكلم الواي فريكونسي ريسبونس، تقدر تشتغل لحد 2.4 كيلو هرتز بدون اي مشكله زي ما هنشوف في السلايس اللي بعد كده. برضه هنا لو فولتج او سيجنال، بتتكلم في حاجات صغيره جدا كومباتبل مع الديجيتال سيجنالز، او ان انت لو عايز تحولها بعد كده انا ما عندكش ايه؟ اي مشكله. خلاص؟ طبعا ميزه برضه كبيره جدا، ما فيش هنا ساتوريشن، ما عندكش هنا نو ساتوريشن في الحاله دي. وبالتالي ده من اهم ميزه ان انت خدتها يا باشمهندسين او استفدت منها، انها استخدمت الاوبتيكال سي تي. خلاص؟ تعال بص فعلا البرفورمانس هنا هيبقى شكله عامل ازاي؟ بص كده، انا بقارن هنا بين حاجتين، بقارن بين الماجنتيك سي تي اللي هو الكونفنشنال عادي خالص، وبقارن بين الاوبتيكال سي تي. حاطط هنا يا باشمهندسين مدخل التيار البرايمري بتاعي اهو، وبشوف السكندري عباره ايه والعلاقه بينهم عامله ازاي. انا برضو بالنسبه للاوبتيكال سي تي ادي البرايمري اهو، او خلاص ادي البرايمري اهو اللي فوق، والسكندري اللي طالع اهو بالنسبه لنا بنشوف عليه طبعا مضروب في التنز ريشيو. خلاص؟ وبنشوف الشكل عامل ازاي. واضح هنا يا باشمهندسين انت بادئ في الماجنتيك سي تي من اول 0.2 لحد 1.2 باليونت، طبعا غالبا ده هتلاقيه شغال الميجرمنت. خلاص؟ وده اللي هو اللون نازله. تعال بص كده، الجزء ده كان لينير اهو. خلاص؟ بعد ما وصلنا تقريبا 0.8 ابتدى يحصل ايه؟ بعد ساتوريشن ابتدى يفقد اللينيرتي بتاعه. لكن تعال نبص على الاوبتيكال سي تي، انت مدخل هنا من 5 باليونت زي ما انت شايف لحد 20 باليونت. هتلاقي بص كده الخلف بتاعك برضه هو من 5 لحد 20 زي ما شايفين، خط لينير بالكامل مفيش اي مشكله لحد 20 باليونت، ما حصلش اي ساتوريشن خالص. وزي ما شايفين تقريبا اللي مدخله هو اللي خالف بالظبط كده، جزء لينير بطريقه يعني ايه فوق ما تتصور. فدي الميزه اللي انت خدتها، ان انت عندك لينيرتي ومفيش اي ساتوريشن زي ما يحصل في الماجنتيك سي تي. برضو لو بنتكلم على الباند ويدز، يقدر يشتغل معاك في الفريكونسي نظريا هنا 50 شعاع الضوء، يقدر يشتغل معاك في الهاي فريكونسي حتى بالميجا هرتز خلاص او بالجيجا هرتز. لكن انت طبعا هتحاول بعد كده الكلام ده لايه؟ هتعمل له سامبلنج وتحوله لانالوج او تحوله لديجيتال، هيخش على كمبيوتر، فالسامبلنج ريت هو تقريبا اللي بيحدد اقصى فريكونسي ممكن تستخدمه. فتقريبا احنا وصلنا هنا ل 2.4 كيلو هرتز بدون اي مشكله، والكلام ده اكبر بكتير من الالكترومغنيتيك سي تي. خلاص؟ برضه لو جينا نبص على السينسي برفورمانس، الايرور هنا اخباره عامل ازاي؟ تعال بص كده، البرسنتج ايرور خلاص من اول ال 20% لحد 120% ريت كام؟ تعال بص كده بنتكلم في كام؟ انت اللي احنا رسمينه بالاسود ده
ده الليمت بتاع الايه كلاس اللي هي البوينت 2. لكن الايرور اللي حاصل في الاوبتيكال سي تي اللي هو اللي باللون الاخضر ده واضح ان الايرور هنا اقل بكتير جدا من كلاس بوينت 2. فانت عندك هنا كلاس بتاعه احسن افضل من بوينت 2 في بالنسبه للايه للالكترومغنيتيك سي تي، وده حاجه كويسه جدا بالنسبه لنا. نفس الحكايه الايرور الموجود في الفيز صغير جدا لكاد لا يكون، زي ما شايفين هو جزء صغير هو الحته اللي تحت بس تقريبا هنا اراوند الايه اراوند الزيرو. فده من ناحيه السيست ايرور، من ناحيه الفيز ايرور صغير جدا يقدر يشيل معاك زي ما شايفين هنا. انا واخد هنا سنسور البرايمري بتاعه 2 كيلو امبير، لحد 2000 امبير مفيش اي مشكله خالص والدنيا شغاله معاك كويس. خلاص؟ طبعا لكن مفيش حاجه بتخلو من العيوب، يمكن العيوب اللي احنا شفناها فيه لقينا ان احنا لو تفتكر فاكرين المعادله الثيتا بيساوي الف ناقص نفتكر كده مع بعض فيرلت كونستنت مضروب في ايه؟ في الاتش في ال او في الان ايه؟ في الاي. لقينا الكونستنت ده مشكله ان هو بيعتمد على التمبريتشر، فعلا اختلاف التمبريتشر ممكن يسبب بعض الايرور، بس الايرور الموجود في التمبريتشر ده بيبقى ايرور صغير جدا، ممكن يبقى اقل من 10 اس ناقص 4، لكن في الاخر ان في بعض الايرور بتسببه التمبريتشر. والاستريم ماجنتيك فيلد احنا ده الفكره كلها معتمد على الماجنتيك فيلد، فلو في استريم ماجنتيك فيلد هيغير قيمه السيتا وبالتالي ممكن يحصل بعض الايه؟ بعض الايرور. لكن ان جنرال هو الاوبتيكال سي تي يعني جهاز ثبت نفسه كويس جدا، وبعض الوقت شغاله في الديجيتال سب ستيشن بدون اي مشاكل والدنيا شغاله كويس ما فيش اي شكوى منه. خلاص؟ يبقى احنا هنا ابتدينا نتكلم على نوع من السي تي مختلف خالص عن الكونفنشن وشغال كويس جدا اللي هو الاوبتيكال سي تي. تعال ناخد نوع ثالث من السي تي شغال على نظريه اللي هي بتاع الهول افكت. كلنا نسمع عن الهول افكت فسميه الهول افكت سنسور. الهول افكت يا فرانسين نفتكر مع بعض كده يا فرانسين، الهول افكت ده بيقول لك ايه؟ تعال كده نفتكر، فاكرين الهول افكت ده اللي خدناه زمان؟ لو انت عارف فرانسين الهول افكت بيقول لك لو انت عندك ماجنتيك فيلد سي مثلا بي خلاص وعندك تشارج اسمها كيو بتتحرك بسرعه بي عموديه على الايه؟ على البي ده، فبالتالي يا فرانسين التشارج دي هيبتدي لما يحصل عليها يا فرانسين لو البي ده مثلا سي مثلا في الاتجاه ده هيبقى في فورس بتاثر على الكيو، الاف دي هتبقى عموديه على الايه؟ على الفلوستي وعلى البي اللي انت ايه؟ اللي انت حاطه. خلاص؟ فلو عندك في بي خارجي اهو وهي كيو دي ماشيه بسرعه في، فبالتالي في فورس اهي بتاثر على الكيو دي. الفورس دي كانت بتساوي ايه؟ حد فاكر؟ الفورس بتساوي كيو قيمه الكيو بتاعتك في الايه؟ الفيلوستي كروس الايه؟ كروس البي. فهي عباره عن فيكتور، طبعا ضرب كروس معروف ان هو فيكتور بيبقى عمودي على البلين اللي فيه البي مع البي. خلاص؟ والفورس ده بيسبب ان الكيو دي تبتدي تتحرك من المسار بتاعها، لو هي ماشيه كده هتبتدي الكيو دي تتغير، ممكن الفورس يتغير المسار بتاعها. من الطريقه دي او من المعادله البسيطه دي خلاص هنقدر نشوف او نقدر نقيس الكارنت ازاي كده. تعالى بص كده يا فرانسينو، رحنا هنا عاملين ايه يا فرانسينو؟ بص كده جبنا سيمي كوندكتور ماتيريال اللي هي بالمنظر شايفينه ده الان تايب او بي تايب مش هتفرق، ورحنا حطينا ماجنتيك فيلد خارجي سي مثلا بي. الماجنتيك فيلد هنا اللي هي يا فرانسينو دي سي ماجنتيك فيلد، ممكن دي سي ماجنتيك فيلد ممكن يكون جاي من بيرمنت ماجنت وممكن يكون جاي من ايه؟ برافو، جاي من ممكن يكون جاي من هاي فولتج دي سي. الهاي فولتج دي سي ما كانش هيقدر الالكتروماجنتيك سي تي ما كانش هيقدر يشتغل خلاص، ولا الاوبتيكال سي تي كان هيقدر يشتغل. لكن بالنسبه لنا هنا البي اللي هنا ده اقدر اجيبه من هاي فولتج دي سي. طب وبعدين المهم هعمل ايه يا مهندسين؟ هاجي على السايد ده والسايد ده همشي كارنت ما بينه، جبت كارنت سورس اهو مشيت الكارنت من الطرف ده كده زي ما شايفين دخل من هنا كده وهيمشي من السايد ده يروح لحد السايد ده. طيب يبقى احنا جبنا ماجنتيك فيلد خارجي بي وكارنت مشيناه كده. الكارنت هو ماشي ده، الكارنت عباره عن ايه يا فرانسين؟ برافو، ما هو الكارنت عباره عن تشارج. طالما التشارج ماشي او فيه بفلوس معينه ايه وفي ماجنتيك فيلد خارجي هيبتدي يتعرض لايه؟ لفورس، هيبتدي يحصل ازاحه للتيار ده يا فرانسين. الكارنت اللي انت شايفه ده هيبتدي فيه جزء من الشحنات طالما حصل فيه هتبتدي تتحرك كده يا فرانسين، الشحنات بتاعتنا تتحرك كده يا فرانسين، فهتبتدي البوستيف هنا
سي مثلا يجي على السايد ده والنيجاتيف يجي على السايد الثاني. طالما في بوست في ناحيه ونيجاتيف في ناحيه بالتالي في فرق في الجهد بين الاثنين. فرق الجهد ده يا فرانسين اقدر اقيسه، وانا لقينا فرق الجهد ده تعالى بص عليه. فرق الجهد الامامي يتناسب مع الايه يا فرانسين؟ لقينا فرق الجهد ده بيتناسب مع البي الخارجي اللي انت حاطه والكارنت اللي انت ممشيه بايدك. خلاص؟ طبعا نقدر نشيل ثابت ناس وبنحط ايه كونستنت، لكن ان جنرال كده فرق الجهد ده بيتناسب مع التيار اللي انت اللي انت حاطه هنا والبي. التيار ده كونستنت فانا هو بيتناسب مع البي. وانس ان انت عرفت فرق الجهد ده اقدر اجيب منه ايه البي. دي الفكره ببساطه قوي. اهو تعالى بص كده يا فرانسين، اهو جبنا الهول سنسور اللي هو الشكل ده كده حطيناه هنا كده يا فرانسين اهو. خلاص؟ وحطينا عليه ماجنتيك فيلد وابتديت اقيس الجهد اللي هنا. لقيت ان الجهد اللي هنا ده بيساوي يا فرانسين اتفقنا ان هو بيتناسب مع شلت الان تناسب وحطيت كونستنت سميته اللي هو الار هول اللي هي الكونستنت بتاع هول. خلاص؟ ولقينا بيتناسب برضه مع الكارنت، فالكارنت هو اللي احنا كنا ماشيينه سورس خارجي في البي اللي انت عايز تقيسه. وايه تاني؟ التي ده اللي هو السيكنس بتاع السنسور. طبعا السيكنس بتاع السنسور ده كونستنت، الاي اللي انت ماشيه ده حاجه كونستنت وده كونستنت، يبقى بالتالي الجهد اللي اتكون هنا يا فرانسين ده بيتناسب مع البي. لو انت شلت البي ده هتلاقي الجهد اللي هنا وصل بكام؟ بزيرو، مش هيحصل اي ديفليكشن للكيو خالص، فبالتالي فرق الجهد هيطلع بزيرو. لكن وانس ان انت حطيت بي هتبتدي في فرق جهد، وبالتالي اقدر اعمل سكيل للسي تي ده. وانس ان انت عرفت البي اقدر اجيب منه البي بكام، وبالتالي اقدر اجيب منها الايه؟ التيار. يبقى ببساطه جدا قدرت اقيس الجهد اللي خارج، والجهد اللي خارج ده اقدر اعرف منه الماجنتيك فلكس ديليسي، وبالتالي عرفت الكارنت اللي ماشي قبليه. طبعا ده ميزه في السنسور ده، يعني انت ممكن تستخدمه في الايه؟ في الهاي فولتج دي سي. خلاص؟ بحيث ان هو برضه يقرا الكارنت بتاعي. طيب عشان تستخدمه كهاي فولتج دي سي احطه ازاي؟ انا عايز اعرض السنسور ده للماجنتيك فيلد اللي جاي من الايه؟ جاي من الفيلر. يبقى نفس الحركه اللي قلنا عملناها في السنسور اللي فات. تعالى بص كده هعمل ايه يا فرانسين؟ ده الفيلر المرسوم باللون الاحمر ده اللي انت عايز تقيس الكارنت اللي فيه. فرحت انا جبت ماجنتيك كور زي ما احنا شايفين اهو عادي خالص. الماجنتيك كور ده ورحت واخد منه جزء حطيت فيه جاب يا فرانسين اهو، والجزء ده حطيت الهول سنسور في الحته دي. طيب تعالى بص كده الكارنت لما يكون ماشي هنا هيعمل ايه؟ هيعمل ماجنتيك فيلد حواليه. ماجنتيك فيلد حواليه هيلف ازاي؟ هيلف في الكور بالمنظر اللي احنا شايفينه، هيفضل ماشي كده اهو وبعدين يروح قاطع هنا كده اهو. يبقى الماجنتيك فيلد البي اللي انت بتدور عليه اللي جاي من الكارنت ده هيقطع السنسور بتاعي هنا اهو. طيب كده احنا وصلنا للبي، عايز اعمل ايه تاني؟ هجيب تيار الكارنت ده اجيبه من منظر خارجي اهو، اخليه يخش من السايد ده وبعدين يطلع من السايد الثاني. فايه اللي يحصل دلوقتي؟ هيتكون بين السايد اللي فوق ده فرانسين والسايد او السايد الجانبي ده الامامي والسايد الخلفي ده فرق جهد. هاخد فرق الجهد ده اقيسه، وده الفرق الجهد ده هيطلع ايه؟ هقدر احسب منه الكارنت اللي هنا بكام. يبقى الموضوع بسيط خالص. عملت شبه الايه؟ شبه السنسور سي تي العادي خالص، تمام؟ بس فرغت حته منه، والجزء اللي فرغته ده حطيت فيه الهول سنسور. والهول سنسور ده هو اللي هقدر اقيس منه فرق الجهد اللي اتكون عليه، وفرق الجهد اللي اتكون عليه ده اقدر اجيب منه الكارنت اللي ماشي جوه المين فيبر بكام. فطبعا دي طريقه بسيطه جدا، وطبعا هنكمل لو انت عايز تكمل بقى الدايره هيبقى في برضه اوسيليتور تحت خالص عشان يعزل الكلام ده عن السكندري تيرمينال اللي انت هتقرا منها الفي. في الغالب الفي ده بيبقى قيمه صغيره، بحتاج ان انا ادخله على امبليفاير ولا حاجه بحيث ان انا ايه يا شانتين ان انت تزود الجهد تعليه شويه عشان تقدر تقيسه. خلاص؟ بكده يا شانتين احنا نكون خلصنا ودينا فكره سريعه عن النان كونفنشنال سيتي. يبقى النان كونفنشنال سيتي ده عندي طبعا في انواع كتير، احنا هنا يمكن اتكلمنا في المحاضره على نوعين بس، الاوبتيكال سيتي خلاص، وده فكرته مبنيه على الضوء، ان الضوء البولاريز لايت لما بيعدي على اوبتيكال ميديم في وجوه ماجنتيك فيلد بي بيبتدي يحصل له ديفليكشن سيتا، ومن السيتا دي اقدر احسب الكارنت بتاعي كام. والسنسور الثاني اللي هو الهول سنسور او الهول مبني على الهول افكت، وده بيحصل فرق جهد بيتكون على السنسور بتاعي جاي من الماجنتيك فيلد اللي هو بالتالي جاي من الكارنت. وانس ان انت عرفت فرق الجهد ده بقدر اقيس الكارنت الخارجي بكام.
يبقى لحد النقطه دي يبقى احنا كده وقفنا. طبعا المميزات اللي انت خدتها هنا ان انت ما بيحصلش ساتوريشن ميزو طبعا في الاخير ده، يعني انت تقدر تقرا دي سي لكن ما كنتش هتقدر تقرا الهاي فولتج دي سي باستخدام الايه الالكتروماجنتيك. وبالنسبه اللي قبله انت لغيت الساتوريشن تماما وعملت سنسور اللي هو فيه يكون اقل ما يمكن وبيقدر يشتغل على فريكوانسي لحد 2.4 كيلو هرتز بدون اي مشكله، وبالتالي والفيز ديسبيسمنت او فيز ايرور اقل ما يمكن. كده احنا انتهى محاضرتنا ان شاء الله النهارده، ونكمل ان شاء الله المحاضره الجايه. شكرا ليكم يا باشمهندسين.